السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في البرنامج ديالي القصير جدا ليرن سامثينغ. السؤال اللي بغيت نجاوب عليه اليوم هو الا كنت حاضر في محاضره باللغه الانجليزيه وبغيت نسجل المعلومات او بغيت ناخذ النقط ديال المحاضره، ايهما افضل؟ واش نستخدم التليفون يعني السيلفون او لا انني نسجل الملاحظات والمعلومات بشكل كتابي؟ الجواب المباشر واللي ما فيهش تردد هو ما تستعملش التليفون ولكن خذ المحاضرات بشكل كتابي. علاش؟ لان اخذ المعلومات بشكل كتابي عنده ايجابيات كثيره، واخذ المعلومات بواسطه السيلفون عنده سلبيات كثيره. من بين السلبيات ديال السيلفون انه باسيف، يعني انك كتستخدم فيه حاسه واحده فقط هي الحاسه ديال السمع، كتسمع فقط والمحاضره كتسجل بنفسها، في حين اذا كنتي كتكتب كتستعمل الحاسه ديال السمع ولكن كتستعمل الذكاء الحركي ديالك لانك كتسمع وكتحاول باش تفهم باش تسجل المعلومات اللي كاينه في هذيك المحاضرات. هذا كيحيد عليك 50% ديال الفهم ديال هذيك المحاضره. الامر الثاني هو انك في الوقت فاش كتستعمل السيلفون كتعرض لنفسك لخطر ديستراكشن، يعني انك تفقد الانتباه، في حين اذا كنت كتسجل المعلومات كتابه خصك باش تركز باش تفهم من اجل انك باش تسجل المعلومات. السبب الثالث هو انك في الوقت فاش كتكتب المحاضره بيدك كتسجل المعلومات بيدك وكانك كتساهم في بناء هذيك المحاضره، كتولي جزء منك لانك ساهمتي فيها بالفهم ديالك وساهمتي فيها بالكتابه ديالك، في حين اذا كنت كتسجل بالتليفون او بالسيلفون فكانما التليفون اللي كيقوم بالعمل ديالو، انت ما حاضرش في هذه العمليه. لذلك اللي كنصحكم به انكم الا كنتو حاضرين في محاضره باللغه الانجليزيه من الافضل انكم تاخذوا المعلومات كتابه. كيفاش تاخذ المعلومات كتابه؟ من الافضل دائما انه بالنسبه لكل ماده من المواد يكون عندك جوج ديال التفاصيل، دفتر خاص اخذ المعلومات ودفتر خاص باعاده كتابه المعلومات من الدفتر الاول من تمشي للدار ديالك. يعني كيكون عندي واحد الدفتر خاص كناخذ به المعلومات ديالي في الفصل الدراسي، وملي كنرجع للدار كنعيد البناء ديال هذيك المحاضره، كنعيد كتابتها بواحد الطريقه جيده وباستعمال الالوان وبواحد الطريقه منظمه. بهذه الطريقه هذه الدرس او المحاضره كيولي جزء مني، في الوقت فاش كنراجعو كنلقى راسي كنعرف مزيان وما كنبدلوش واحد الجهد كبير. شكرا لكم.